الحضور الامني كالعاده في شارع الحسن. وهذا شوف هذا نهار كبير عبد الله، وهذا ميساج اللي غادي ركزوا قلنا ماذا كل تشد الحبسه. لا اسمح لي لا حنا ما ندخلوش نزاعات، ولكن هذا ميساج، ولكن هذا الميساج غادي نصيفطوا لواحد جوج ديال الاشخاص اللي كان دار واحد الانترفيو هذيك السيمانه ياك سي خالد، اللي كان قال مدينه المحمديه ما فيهاش الامن والشارع حسن الثاني ما فيهش الامن. اليوم انا غادي نقول لي راه اليوم نهار كبير عبد الله، بالله مدينه المحمديه راه صعيب عليه بزاف ويشلل بها فمه. الامر راه كله كاين في المحمديه ماشي في شارع حسن الثاني، وشارع حسن الثاني حنا كيتسحب لنا رخصه الثقه، انا تحدث لي رخصه الثقه ثلاثه المرات ياك، قال لك الامن ما كاينش، وانا غادي نجيب لك بالله راني ديجا راني عندي اوراق بالله نعطيك دليل قاطع بالله راه محيط ديجا تصاحبت لي رخصه الثقه، وبالله راه عندي مخالفات تقيدوا لي في شارع حسن الثاني حشومه وعار. واليوم نهار كبير عبد الله باش غيقول مدينه المحمديه ما فيهاش الامن، استهزاء الامن واستهزاء لينا حتى حنا ملي كيركبوا معنا كليان كان ما بقيناش نقولوا حتى ديك الكلمه ديال مدينه المحمديه. مدينه المحمديه فيها الامن وفيها الناس خدامين، الامن والاستقرار. تنعس دابا فجاء وما عسى ها هو كيجي عندك شي واحد اخويا ها 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 سولي لا نسولوه واش شي واحد كيتحدى عليك في المحمديه والو ها هو من انت ما عسنا ساعة هو ما عسنا حتى واحد ما دوى معاه ها انت اخويا لقي واحد النظره شوف انت باش تعرف مدينه المحمديه ها انت دايره لنا الامن ياك ها هي دائرة قداش شنو هي؟ قوة على قدا تقريبا واصلة لواحد 300 شخص ولا 400، ورا دائرة حداها ورا كل أي بلاصة وصلتي ليها الرشيدية كتلقاها كاينة فيها دائرة، ريادة السلام فيها دائرة. شوف أخويا أنا غادي نقول لي من هذا المنبر يجي يسحب هذيك الكلمة سمعتيني؟ نعم يسحب هذيك الكلمة بالله المحمدية راه فيها الأمن، راه الأمن فينا هو راه بكثافة، راه محمديه راه كل امن. نعم راه كنا جينا نديروا احصائيات راه تلقى كل الزنقه فيها 10 20 فرقه الدراجين الدراجين كل شيء. شوف وهاد المدينه شوف انا شوف راه منهم ناس من مدن اخرين جاوا شراو في مدينه المحمديه انا واستقروا هنا. انا بلا ما نقول لك شي اماكن كنا نذكر لك الاسم ديالهم، راه الناس راه المحمديه راه كلها راه عمرت بالناس. راه اللي كيجي كيركب معايا انا في طاكسي كيقول لي واخويا المحمديه هادشي اللي فيها زوين هو استقرار. ورانا كنقول لهذاك اللي قال الامن ما كاينش، كاين اخويا الامن، وانا راه كنكون ناعس كاع شحال من خطره وانا كنسمع الدراجين خدامين وكنسمع سياره الاسعاف خدامه، وهاد الناس الله يكون لهم في العون والله الله ولادهم ما كيشوفهمش. انا بالنسبه لكاينين شي وحدين بلا ما نذكر لك الاسم ديالهم ماما تلقى واحد النظره لي ولادهم ما كيفطروش معاهم اصاحبي خالد اصاحبي. هذيك النهار لقيت السيد واقف في الرومبا بوليسي كيفطر اصاحبي في الرومبا وحشومه، وقول لك الامن ما كاينش، الامن كاين. شوف يرجع من وجهه النظر ويفكر مزيان هذا الشيء اللي كيديروا فيه راه ما خدامش ليهم وما خدامش لينا، ولا كان يجيو ينوض. ونزيدك واحد النقطه تفضل، راه عادت هي عاد هما كيدير الدور ديال الصحافه مدينة المحمدية، بمعنى كيشد التليفون شاري ايفون ولا ما عرفت صغيرة وكيفيلم هذا النهار كامل تيك توك والفيسبوك. وانا كنقول لهم من المبر كاينة صحافة وحدة ها هي قرا كاينة صحافة وحدة مدينة المحمدية نزيهة، وراك انتو غلطتوه في ذاك الانترفيو القديم وحشوم عليكم هذا السيد الله يعمرها دار باش غادي نتنوضوا غادي تلوحوا باطل على شي حاجه ما كايناش. اللهم ان هذا منكر. الرساله اللي غتقول لهم الرساله هادشي اللي غادي نقول لهم هادشي اللي كيديروا ما خدامش لهم باش ينوضوا هما الدور كصحافي ينوض عاوتاني طاكسي كالي طاكسي. راه وكيل الملك راه ما كيقبلش هاد الفوضى. نعم. وزيدون باش نبقاو كنا حنا مصدعين الامن، لا هذا دارية هذا دارية لا حشوم عليكم، راه كل واحد كياخذ الحق ديالو. وشكرا الله يحفظك السي خالد. كان معنا سائق تاكسي الكبيرة اللي